كل يوم بيعدي زي اللي قبله ومش عارف اعمل ايه في كده. ما احنا اتفقنا لو قعدت وفكرت وخططت هتقدر تعمل تعديل من يوم ليوم. ولو عندك كده برنامج عاوز اسمع الوعظات دي، عاوز اقعد على اغابي اتفرج على الحاجات دي، عاوز العب رياضه الساعتين دول، عاوز اروح القداس في اليوم الفلاني، عاوز احضر درس الالحان، اليوم ده عندي خروجه مع اصحابي، اليوم ده عندي عيد ميلاد، موزع وقتك هتلاقي ان لا في تغيير وفي تعديل وفي تبديل، واليومين بيعدوا حلوين وعمال تستفيد. قعدت فاضي حفظت مزامير فرحان انك حفظت وهكذا.